نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ نعم. ازيك يا مولانا الشيخ؟ الحمد لله، اتفضل. حضرتك دلوقتي انا كنت اتوضيت ولبست الشراب. ها؟ ولبست الشراب وبعد كده اما جه الفرن الثاني مسحت عليه ولبست كمان شراب فوقه ثاني. طيب الصلاة تصح؟ فبعد كده بعد اجازة الفرد الثاني اتوضيت يعني ومسحت عليه ولبست شراب كمان فوقه، فالفرد اللي بعد كده جيت اتوضيت ومسحت عليه على الاخير يعني وصليت، الصلاة كده تصح ولا ايه؟ تصح ان شاء الله. جزاك الله خير يا مولانا. مع ان الأولى والأفضل والأخرج من الخلاف عدم المسح الجار من الأصل، لأن الأخبار المروية في المسح على الجواري عموما المرفوعة إلى رسول الله لا تثبت. أما الصحابة فقد ثبت عنهم عن عدد منهم المسح على الجورب، إلا أن الخلاف قائم بين أهل العلم في المسح على الجورب، فلذلك قلت لك الأحوط. السلام عليكم.